في الحلقة الأخيرة أنا مش هتكلم كتير، لكن أنا هدي فرصة لعيالنا هما اللي يكلموا، هما اللي يعبروا إزاي كان عايز يشوف شكل أبوه، إزاي كان متوقع يشوف من أبوه بيعمل إيه، إزاي نفسه هو كمان يكون أب. أرجوك ركز في الحلقة دي واسمع تفاصيل لأنها مهمة قوي. الحلقة دي واحدة من الحلقات المهمة، أنا مش هتكلم فيها، لكن هيكون فيها شباب صغير، ولادنا هيتكلموا، وهما بيعبروا من جواهم على نفسهم فيه، على الأب اللي هما مفتقدينه، أو إزاي حتى هيكونوا آباء. أرجوك ركز في الحلقة دي بقوة أي حلقة أنت سمعتها قبل كده. لو ما سمعتش حلقات سلسلة الأبوة، ارجع اسمع الحلقات اللي فاتت، لكن كمان اسمع دي، الحلقة دي حلقة مهمة جدا، هتسمع فيها الصوت اللي يمكن ولادك مش عارفين يعبروا عن نفسهم ويقولوه لك ويواجهوك ويعرفوك الحقائق اللي يمكن صعب عليهم يقولوها. ايه اكتر حاجة بتحبوها في بابا؟ حاجة بحبها في بابايا، بحب فيه انه كريم قوي، انه يقعد معانا وكده. اكتر حاجة بحبها في بابا انه هو بيهتم بالحواليه، بيحب يهزر معانا وبيحب يقضي معانا وقت. اكتر حاجه بحب بابا فيها ان هو بيقعد يشاركني كده، مثلا حاجه مضايقاه انا بقعد يشاركني بيها، يمكن نساعد بعض. دي اكتر حاجه انا فعلا بحبها وبحس ان هي بريفيليج كبيره قوي. يعني بيسمعني كويس لما ببقى متعصب، واي وقت ببقى عايز احكي معاه بيحكي معايا عادي، بيتفهم مثلا الوضع اللي انا فيه وكده، ويصبر كده على كل حاجه. بصراحه بيقعد يلعب معانا وكده، دي اكتر حاجه بتبسطني انا واخواتي. إيه ان هو بيضحك وان هو بيحبني قوي. بحب بابا لما نتشاور مع بعض في نفس الحاجه، مثلا في حاجه فاهمينها الاثنين فنتكلم مع بعض. بيعتبرني ان انا كبير، ان انا في مقامه ان هو يقعد يستشيرني في الحاجات اللي هو محتاج استشارتي فيها. جدع ومرح وطيب ومتسامح، مش بيستصغرني حتى ان انا مثلا لو نصحته بنصيحه مش بيستصغر ان انا ابنه فبنصحه. وبيعمل ماما دايما حلو في البيت، فده علمني انا واخواتي نحب بعض يعني حتى لو في بينا مشاكل. ايه اكتر حاجه مش بتحبوها في بابا؟ ان هو يعني بيبعد شويه مع الشغل، يعني ساعات بياخدوا مننا فتره، ده بالذات وقت المدرسه اللي احنا لازم ننام بدري ونصحى الصبح بدري، فمش بنبقى شايفينه قوي. دي اكتر حاجه مش بحبها. يعني اكتر حاجه مش بحبها في بابا روح المهندس اللي جواه، اللي هو اي حاجه في البيت بايظه يحب يصلحها بنفسه، وطبعا لازم نساعده فيها. ممكن الحاجه اللي مش بحبها انه لما مثلا اكون بتكلم في حاجه او كده بس هو بيكون مشغول بيعمل حاجه تاني، فاضطر اعيد الكلام من الاول تاني. ايه اكتر حاجه مش بحبها في بابا؟ انه دايما بيقول ان ما ينفعش الراجل يعيط، ما ينفعش الراجل يغضب، ما ينفعش الراجل يحس انه يتحب. فدايما الاحتياجات دي كانت بتبقى عندي زي اي بني ادم، بس ما كنت بكتمها يعني عشان بابا كان بيعلمنا كده. اكتر حاجه مش بحبه يعملها ان هو لما اقول له على حاجه يقول لي ان شاء الله في الاخر ما تعملش، اللي هو لا يعني، بس هو مش عايز يقول لي لا في وشي. ما يتعصب. لما يتعصب كده البيت مش بيبقى لطيف. ممكن مش بحبه ان هو مش فاهم النكت اللي بقولها. الحاجه بقى مش بحبها لبابا ان هو لما يتنفس ممكن يزعق حبه، فانا بتضايق، ده بيضايقني، ما بحبش كده خالص. اكتر حاجه مش بحبها فيه ان هو ساعات ممكن يضايقني، بس ساعات قليله قوي. لو انا حابب حاجه هو مش حاببها، او انا عايز حاجه ممكن نقعد نتناقش، بس في اغلب الاوقات بتنتهي ان هو بيمشي على قراره، هو مش بيمشي على قراره. دي حاجه بتضايقني انا نفسيا. بس اكتر حاجه الصراحه ما بحبهاش يعملها انه بيقعد على الموبايل كتير قوي. ممكن مثلا اصلا ابقى انا مثلا لسه عامل شاي او حاجه وهات ميه، يعني اللي هو طلبات كتير، طلبات كذا كذا حاجه في وقت قصير. لما تبقى بابا ولما تبقي ماما هتعملوا ايه مع اولادكم؟ لو انا بقيت ام، انا هخلي العلاقه بيني وبين ابني او بنتي تكون مبنيه على الحوار، واللي احنا نبقى اصحاب ونخليهم يجربوا حاجات جديده عشان يكون عندهم خبرة في الحياة. انا هعمل طبعا كل اللي بابي بيعمله، الا ان
انا ممكن اقلل فكرة العصبية دي، يعني مش عايزاها تبقى موجودة قوي. انا طبعا هشاركهم طبعا عشان دي فكرة فعلا عجباني قوي بابي يعني، وطبعا هاخد بقى بريكس بقى من الشغل، يعني هبقى عندي وقت للشغل بقى، ده يوم اجازتي مثلا يومين في الاسبوع. احنا اكيد هنكون صحاب وهعلمه ازاي يكون بياخد responsibilities، يعني بالمسؤوليات اللي عليه ان هو يكون يعني لما يقول حاجة بيعملها. الحاجات اللي هحب اعملها مع ولادي ان انا احترم خصوصياتهم، اقدم حريتهم، اقدم ثقتهم في نفسهم، مش على اي حاجة هيقولها لي اقول لهم لأ، مش هحسسهم ان انا ان هم قليلين وسط اصحابهم. مش بس ام بس، انا صاحبتهم وان ممكن في اي وقت يجوا يحكوا لي اي حاجة بس. فانا احس ان الطريقة اللي بابا رباني بيها وايه وافضل اطور فيها عشان ابني يطلع احسن مني. لما ابقى بابا هعمل ايه مع اولادي؟ هحضنهم، لان انا مفتقد، كنت مفتقد دايما الحتة دي قوي، فهعمل معاهم كده. يعني انا هاخد الحلو اللي فيه وعدل عليه، يعني عايز ابقى اما ابقى اب عايز ابقى زي بابايا كده بالظبط، بس مع بعض التعديلات صغيرة في حاجات بسيطة. يعني بعد ما سمعنا ولادنا، بعد ما سمعنا شباب صغير بيعبر بكلام كتير شبه اللي ولادنا عايزين يقولوه ومش عارفين يقولوه، خايفين يقولوه، مش قادرين يخرجوه من بقهم ويواجهونا بيه، جه الوقت ان انا اخد مسؤولية ان اعيش اب حقيقي، اب شبعان. النهارده انا بقول لك وبقول لنفسي، تعال نحط على نفسنا مسؤولية، تعال نسمع الحلقات اللي فاتت كلها عن سلسلة الأبوة وناخد قرارات ونحل الواجبات. في دور علينا النهارده نكسر دايرة الأبوة الخطأ، في دور علينا النهارده ما نجرحش عيالنا ونطلع عيال مجروحة بعد شوية يكونوا آباء مجروحين. السلسلة مليانة بالتفاصيل، أشجعك تتفرج عليها، أشجعك كمان تتفرج على سلسلة الألم، في سلسلة كمان عن التعافي، في أكتر من سلسلة نعملها وأنا بكلمك فيها عن خبرة حياتية، مش بس تعليم، مش بس حاجات مشجعة، لكن في كمان خبرة حياتية. شكراً.